خلينا نبداو الحصه نتاعنا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي. قبل الحصه اسلام قبل ما نبداو ان شاء الله احنا باش نبداو باش نعمل حق الرد وحدي. حق الرد وحدك؟ اي ماك جبتك الشخصيه الكبيره في الراديو عملت معاه انترفيو عبد الكريم العاب. سي عبد الكريم من فضلك. اي مش عبد الكريم. كي سالته انت على موضوع هو شخصي سالته له هو يجاوب عليه خاطر ريتو في الانترفيو نتاعو قال لك اول ما بدا لك قال لك سني سؤالات الصحاب. أيه. نحبش السهلين. اما انا راهو نعرفوا شخصيا وقت انت تتصل فيه هو يرعش هو يعمل هكا في وجهه ذاك الفجعه قتلته. وقت اللي جبت له على سليم الريحي على جيبان ولده خاطر انت ما وضحتهاش قلت له خذيت 150 مليون وبعد قلت له فما حد اخر جابه لك قال لك قلت له انت راهو ذاكر الويتي. قال لك ذاكر الويتي مسكين نعرفه صغير امه تخدم معي. هكا ولا؟ اي. ساعة ولا امي دون لو تون باك بلوس 4 هو يخدم عند امي. باش نبداو واضحين. اثنين. ما قالش ولا تخدم عنده لا تخدم معايا. لا تخدم معايا. هي مش مهمة مش موضوعنا ذا مش موضوعنا. لا قاعد نوضح انا. يوضح باهي. العباد سمعت اليوم تخدم تخدم معاه. انا حبيت نوضح لك. باهي تفضل. انا ما قلتش ما تخدمش معاه. تفضل. باهي. هو قال مسكين علي انا وانا موضوع هذا شخصي كي انت جبته له انا عندي حق الرد عليه. في كنف الاحترام بالطبيعه ما نقلوش من قيمه السيد. ليه بكل احترام. تفضل. راجل يخوف شخصيه كبيره ندخل في شخصيه كبيره في تونس من مهبول. باهي تفضل. السيد قال خاطر شوف البشر في علم النفس يا سي اسلام زوز اشخاص في شخص. فما الشخص الدخلاني الكلنا عندنا هذا بشر هو اللي جاوب الاولاني. وفما شخصك البراني اللي يبدا على الدفاع عن الناس. هو وقت اللي انت قايم معاه انترفيو فيه كل خاطر الميدان اللي نحكي فيه راه الميدان نتاعي معناتها نعرف اللي حكيته له كل نعرف ويسخفني المستمع اللي ما يعرفوش كيفاش قاعد على الدفاع عليه. الموضوع هذا نتاع الشخصي نتاعو نتاع ولده. اي صحيح ذاك الويتي جاب له ولده وحده. مش سليم الرياحي؟ لا لا عدي على سليم الرياحي خاطر سليم الرياحي كي قعدت انا وياه باش ندير لك موضوع من تالي واحنا نجيو من القدام كي قعدت انا وياه كي الكوميك قلت له بالله باش نسالك عيط لي في خدمه قلت له سمعت هذا 2016 من 2013 وهو يحكي فيها للناس خاطر هو ذكي ياسر هو ذكي في الحاجات الخايبه مش في الحاجات الباهيه هو لازم يبعد ذاك الويتي على خاطر هو عنده مقابل خذاه ما لازمش غدوه يحكي مختار وتاجي يقول له ذاكر جاب انا دخت كل واحد يقول لي سليم الرياحي جاب له ولده قلت هي برا اموره وربي معاه كي قعدت مع سليم الرياحي نغزل له هكا في وجهه قلت له بلا باش نسالك سؤال ولد عبد الكريم شكون جابه قال لي انا هو يقول لي انا وانا نقول له انا هو يقول لي انا وانا نقول له انا قال لي فسر لي كيفاش انت ظهر لي انت قبل ما ندخل الحصه نحكي شويه كواليس سمعتك السيد اللي جاب ولد عبد الكريم ولا اللي هو ليبي اللي هو ليبي سمعته لك ولا ها اي هو قال لي انا اي وقال لك راه عندي هو قال لي عندي فوكاليات ومحادثات انت راه نفضت عليه الاخبار واحنا باللغه العاميه جابها الروح معناتها الراجل ما قال لك باش يشكي هو موضوع قديم ولا غالب عليه يا اخي انا فسرت له سليم قال لي كي نشكي بيه تشهد قلت له نشهد انا وزاد السيد قال لي اعطيني نمره سي سليم الريحي خاطر سليم الريحي راه العباد ما تعرفش راه قلبه باهي برشا وطيب برشا وعدى عليه خاطر انا وقت اللي نحكيها رابيدمون الحكايه باش ما نعطلوش الناس انا ما نحكيش معاه من 2007 او باش نحكي بالمساجات والعباد تفهم علاش ما نحكيش معاه من 2007 سي سلام على خاطر وقت اللي انا جبت مصطفى بدودان اتصل بيا هو تسمع فيا سلام معاك اتصل بيا وقال لي وقت السيديات قال لي بالله تعطيني سي دي باش نعطيه لعادل الهمامي هذا سالني فيهم كل حينا انا ساعه على فكره والله تمنيت تو تطلبوا يا يتصنت بالكريقت يا يدخل معي خاطر رجولية صحيحه بتاع تونس والتوانسه نحبوا يسمعوا ما يسمعوش رجولية نختار الكلمات نحكي على روحي ليه على روحي نحكي على روحي راجل اذا كان يحب يتدخل ما راح يبي ما ينجمش باهي كمل ما عندوش القوه باش يدخل وبالله بسرعه هذاك باهي حاضر هو خاطر عندي اشكال معاه من 2007 انا وقت جبت مصطفى بدودان كلمني قال لي اعطيني سي دي ستافي تور فيه قلت له عندي سي كمال وسي طارق انت ايش راهو زايد معناتها هكاك وعمل علي بريسيون وعطيته ما عندكش فكره شي شكر اللاعب في الشروق في الجريده ومن بعد يشكي هكا ظهر اللي هو معناتها ما ظهر هو خدم الخدمه وانا ما كنتش معاه في المستوى لازم تشوف حتى بدودان راقد ايش يكتب عليه في الدار قلب الستيلو من وقتها ما كلموش جات الحادثه هذه 2013 داخل قهوه شينكو
قهوة في قرش الأكبر، مولاي القهوة واقف وهو نقاه يبكي البر. قلت له شبيه؟ قال لي رأي الصورة هكا هكا هكا. هزيته من يده ودخلته لديه قطر سلاس باش نسمي الناس تعرف الموضوع روا. قلت له ودي شنو الموضوع؟ قال لي الصورة هكا هكا روا تبدل في وباسبوره في الدار وعمل باسبوره واحد آخر وعملوله. شكو كلمت؟ قال لي كلمت طارق ذياب وقت وزير على أساس أمور حدودية باش يتكلم، وراو كلمت سيم الرياحي على ليبي. أنا قلت له كلمة، قلت له راو اللي يتفك بالقوة يرجع بالقوة. قال لي شنو باش تعمل؟ هو كان فيه ويبكي قدامي. كلمت السيد اللي انت تو سمعت صوته قدامه، بقول له بارلو. اللي هو شكون هذا؟ اللي هو سي عامر هذا. نقول عامر برك وقتها ما كنت مع تذكر 2013 ليبي كيفاش كانت معناتها ميليشيات وكانت ناس معناتها تحكم. قال لي ذاكر اسمعني، قال لي راه هذا ريسك كبير اما على خاطرك بالكلمه هذه. قلت له عبد الكريم غدوه امشي. قلت له ما عندوش نومرو يتكلم فيه برشا. قال لي غدوه نجبدوا من المشغل في تونس فنجبد النومرو. جبد لقى نومرو يطلب فيه عنده شهر هو بيته. مدهن مديته للسيد تكلم وظهر لي سمعت السيد توا قال لك راني وصلت مهدد بالقتل. سمعت ولا بودنك عديته لك قبل الواحد. وانا فك الجمعه ذيك نجري يعمل لي ابيل راهو حكيت ولد هو يعمل لي ابيل لي انا باش نطلبوا ذاكر لخص بغير تفاصيل. اي مو على خاطر اي التفاصيل هذه ما تحكيهمليش احكي لي موضوع هاني حكيته لك وحاضر بزيد نحكيه. اونتر تون هو وقتها في كونتاكت مع سليم الرياحي اللي حكاه لي هو سليمه. قالوا راهو اللي ماخذيني ولدي راهو يحبوا المقابل مادي كذا وكذا. سليم الرياحي حنين وقلبه به نعرفه قام معاه من الواجب. سليم مش في باله هو اللي جاب والحكايه اللي حكيت تاع شفيق جراي. انا حاضر في المطار. شفيق صحيح من اعز ما تعرف في حياتك وخذاه وخدموا معاه. انا حكيت لك مزروبه وكي يحب على ديتاي نعطيهم له الكل بالطرف بالطرف. ونرجعوا توا للتحكيم. الحمد لله ما جاتش كاميرات غادي في قهوه شينكو. حكام تونس كامله دخلت القهوه غادي.